ورجعت لكم في فيديو جديد علشان اوريكم ازاي تقدروا تحصلوا مظهر سيلينا الجديد الخاص بشحنة اول مرة في السيزون الجديد. اول حاجة هنعملها ان احنا هندخل في قائمة الشحنة الخاصة بينا وهنختار شحن 100 الماسة، وده هيكون بالمبلغ اللي احنا شايفينه قدامنا على الشاشة. وبعد كده هنخش القائمة اللي فيها المظهر التابع لسيلينا، ومع اول شحنة هنقدر ناخد الافاتار بوردر، وكمان هنقدر ناخد المظهر التابع لسيلينا بمئة الماسة. ولو شحننا لمدة 3 مرات على 3 ايام كل مرة 50 الماسة هنقدر ناخد كارت لتغيير الاسم. وهسيب لكم الشرح بتاع سيلينا في علامة الاي اللي فوق الفيديو، واشوفكم فيديو جديد مع هيرو جديد.